حامل اللقب والمنتخب اليمني. هنا الصافرة، هنا ضربة البداية. تحياتي عبد الله السعدي. البطولة التي افتتحت من قبل جلالة الملهى الكويت الدورة الماضية. كرة اللعب الآن في الجهة اليسرى من الملعب. كرة طالت مرة تعدت في الجهة اليسرى، ما زالت حاضرة وموجودة لمصلحة المنتخب الكويتي. هنا استلام، هنا محاولة بعدر المطوع في انطلاقة. يوسف ناصر يلعبها، الله على اللقطة وعلى الكرة. يوسف كان في وضعية تسلل، هدف جميل رائع يلغى بداعي التسلل. هنا من المساعد الأول حسن الذوادي، شوف الكرة، شوف المحاولة، يا ساتر، يعني هذه حالة دقيقة جدا. ولكن مصلحة بدر المطوع، من سجل في كل مواجهات الكويت. ضربة جزاء تأتي، أم ماذا هي؟ كانت على صادق صادق، والحكم راح نشوف كرة ملعوبة. يوسف ناصر من عرقل في اللقطة الماضية، ومن تسبب في ذلك هو أحمد صادق. شوف الكرة، شوف المحاولة، فيها ولا ما فيها؟ هذه تحال بأكملها. طوع الآن في تنفيذ ضربة الجزاء، صدها صدها يا المطوع. الله يا سعود، الله الله على حارس المرمى. هدف كويتي لم يتح له أن يأتي في هذه. يا السلام على الارتقاء، الله على التصدي، على مرتين، على دفعتين. يحرم بدر المطوع من أن يفتتح التسجيل في الهم. ناطق حسام مررها إلى منصر بالحاج في الجهة اليمنى من الملعب. صافرة وعنقلة، وحكم المباراة الآن بنجر الدوسري. بطاقة صفراء تأتي ليوسف ناصر. نعم، هي بطاقة صفراء إذا تأتي في هذه اللحظات. مباراة حقيقة مثيرة منذ لحظاتها الأولى، هكذا تبدو وهكذا تتضح مشاهدينا متابعينا في كل مكان. ضربة جزاء ضاعت من بدر المطوع، هذه اللقطة التي تدخل فيها يوسف ناصر بعد ذلك وتسبب في خطأ، نال على إثره إنذارا عن طريق اللاعب علي العمقي. وفي خليج 20 في اليمن، الكويت فازت بثلاثية نظيفة ثنائية بدر المطوع، وهذه كرة إلى خارج أرضية الملعب. وجراح العتيقي من ضربة جزاء في استاد الوحدة الدولي هنالك في عدن، بينما هنا الكرة التي مرت أعدت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. رأسية كانت حاضرة وموجودة، حاضرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الكويتي، عالية في منطقة الجزاء، ولكن أيضا الإبعاد يأتي. هنا إصابة، هنا سقوط على أرضية الملعب. سلامات سلامات في اللقطة الماضية، حماد الزبيري طايح على أرضية الملعب في كرة يبدو من خلالها اشتراك، يبدو من خلالها أيضا إصابة تأتي لهذا اللاعب اللي طايح الآن على أرضية الملعب. سلامات إن شاء الله. منتخب اليمني خمس مشاركات عجاب عجاب في دورة كأس الخليج، بدءا من الدورة السادسة عشرة في الكويت ووصولا إلى النسخة التي استضافتها عدن في أواخر 2010، لم يحقق فيها أي نتيجة إيجابية. بل في الجهة اليسرى من الملعب إلى وليد علي، وليد يتقدم، ينطلق بالكرة طويلة للأمام، خطيرة، هذه خطيرة للكويت، ولكن حارس المرمى، حارس المرمى يتصدى سعود عبد الله لكرة فهد الرشيدي. شوف المحاولة اللي ما كان فيها أيضا تسلل، استلام بكنترول ولا أحلى، لكن الكسران أن يتحقق كل شيء في عالم كرة القدم. الكرة وصلت في الجهة اليسرى طويلة وعالية الآن، هذه خطيرة، على هذه الكرة. ثق في قدرات لاعبيك يا توم، أعطهم حافزا ودافعا، فلديهم ما يقدمون لليمن السعيد، اليمن الذي يبحث عن أول الانتصارات، عن أول المباريات، عن فوز أول، هكذا بكرة وبمحاولة. لكن نواف الخالدي، وليد وليد يحاول بالمراوغة بالمهارة، يا السلام على المرور، ما زال أيضا يحافظ على كرته، ما زال يمر، ما زال يحاول، يراوغ، يتقدم، ينطلق للأمام، يلعب كرة عرضية عالية في منطقة الجزاء، مرت من الكل، مرت من الرشيدي، مرت من هيزون، ولا توجد إصابات في مباراة اليوم. علينا التفكير في الانتصار. كرة عالية ومحاولة، الله، مرت على المرمى اليمني،
هنالك حارس مرمى اسمه سعود عبد الله حتى الآن يذود عن مرماه بكل ما أوتي من قوة. الله على العرضية من محمد فليح، التوغل والانطلاق والتسديد الذي لربما لم يأتي بكرة رأسية، كرة خادعت سعود لكنه عاد بعد ذلك. كيف فعل هذا؟ كيف أبعد هذه الكرة من أمام، من أمام من؟ من أمام فهد الرشيدي. فاعت ومرت من جديد على المنتخب الكويتي. شوف يوسف الرشيدي، لكن ظهر سعود في الوقت المناسب لمصلحة الكويت. طويلة وعالية، هذه محاولة. شوف التنويع الآن، الانطلاق عن طريق محمد فرح. يا سلام، محمد فرح يمر لكن سددها سهلة في متناول حارس المرمى. سعود أخيرة في شوط المباراة الأول، ملعوبة في منطقة الجزاء. أقرب من حبل الوريد أيها اليمن السعيد. يا الله على الرأسية في القائم من محمد فؤاد، كاد أن ينهي شوط المباراة الأول بتقدم اليمن بهدف مقابل لا شيء، لكن القائم مع الأزرق، القائم يحرم اليمن من هرام. محمد مطر غرام، محمد حمادة، دكتور جمال صالح، فؤاد بوشقر، وخبير التحكيم سالم سعيد. من جديد محاولة المرور، يا السلام على التبادل الكروي الرائع هذا الخطير. كميل، كميل طارق، نعم، والمدرب البلتيكي الآن أصبحت ثقة أكبر، أصبحت ثقة في نفسه، في لاعبينا، في منتخبه بشكل أكبر. اليمني يهدد، وليد، وليد علي الآن ينطلق في الجهة اليسرى من الملعب، كرة عرضية عالية. يا سلام، الله على اللقطة على رأسية فهد الرشيدي. كرة كان من الممكن، هذا وليد علي، هذا اللي يصنع لهم، هذا اللي يمولهم ويزودهم بالكرات، هذا ملك العرضية وليد علي على رأس فهد الرشيدي. لكن الكرة اللي تدخل أيضا فيها حارس المرمى بخروج نوعا ما لم يكن موفق، وبالتالي إلى خارج أرضية الملعب في مباراة اليوم. وليد علي يتقدم، يمرر، الكويت الآن بدأت تضغط بشكل كبير في المرمى. مباراة صعبة وقوية على المنتخب الكويتي، يأتي الفرج أخيرا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكانوا يظنون بأنها لا تفرج. نعم هكذا يقولون، هكذا حرفوا المعنى، هكذا قلت وهكذا سرت، لكن من فعلها هو يوسف ناصر صاحب الإنذار، هو من يسجل بهدف، هو من يصعق اليمني بالإنذار في هذه اللقطة، في هذه الرأسية. الله على يوسف ناصر، سيكون أول من سجل في البطولة الأخيرة. تسديد، يا سلام، أوه على هذه الكرة الماضية. لكن شوف 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 شوف, شوف الكرة اللي تصدى لها نواف الخالدي بكرة رائعة جدا من خالد حسن، يتصدى بكل براعة، يتصدى بكل براعة. هو على فكرة الحارس في البطولة الثانية، ثلاثة لاعبين تمكنوا من أفضل لاعب، والكرة إلى خارج الملعب. يوسف ناصر، آه يا يوسف، مرت على يوسف ناصر الكرة الماضية. شوف هذه التمريرة، هذا التسلل يظهر جليا في اللقطة الماضية، وبالتالي الذهب للكويت في كأس الخليج يعني تحتار، لأن الكويت في كل الأزمنة وفي كل العصور حققت بطولة كأس الخليج. يا سلام، الله يا العنزي، الله الله الله، ما كملت، لم تكتمل اللوحة يا بيكاسو، لم. نعم عندما اختاروك
كأفضل لاعب في البطولة الماضية، لم يأتي ذلك عبثا. شوف من وين، من نص الملعب، من نص الملعب ينطلق يراوغ، من الأول، من الثاني، من الثالث، من الرابع، من الحارس. لولا سعود عبد الله اللي يبعني هدفاً آخر. شوف الكرة وينك يا مخرج، وين كنت يا مخرج؟ الكرة يا على الطلقة، على القذيفة، على الصاروخ الأزرق الذي يجتاز سد مأرب ليحرز هدفاً ثانياً للمنتخب الكويتي. الأزرق يبحث عن المحافظة على اللقب هنا من بوابة اليمن، من مرمى اليمن. بدر لمكرة وأفضل هداف، الصافرة تأتي، النهاية تأتي. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات دبي الرياضية، ألف مبروك للمنتخب الكويتي، الفوز في المباراة المئوية بهدفين نظيفين، التسجيل عن طريق اللاعب يوسف ناصر، وبدر المطوع الذي أبى إلا أن يسجل للمرة الخامسة على التوالي في كأس الخليج في شباك المنتخب.